مرحب فيكم انتم قناة راست. ثانيا، البحرين لا يوجد فيها ثورة، ولكن يوجد فيها محاولات انقلابية تخريبية تريد أن تختطف البحرين لصالح أجندة الولي الفقيه. أما أسطورة الأغلبية الشيعية في البحرين فهي مردود عليها. الشيعة في البحرين لا يمثلون الأغلبية، كل ما تسمعونه من أرقام هي قصة تخرصات مثل ما حدث في العراق. هذه الفئات تحاول أن تبالغ لتوهم العالم بشيء غير الحقيقة. بالنسبة للقوات السعودية اللي دخلت البحرين، هل لها لازالت لها وجود يعني في البحرين؟ قوات درع الجزيرة جاءت بطلب من البحرين. قوات درع الجزيرة ليست قوات سعودية فقط، قوات درع الجزيرة فيها الكويتيين وفيها الإماراتيين وفيها من بقية دول الخليج. هذه القوات لم تأتي للبحرين للاحتكاك بالمتظاهرين، هذه قوات حسب اتفاقية مجلس التعاون الخليجي للدفاع المشترك تم طلبها من أجل أن تعطي رسالة رادعة لمن كان يريد أن يستحوذ على النظام بالقوة، وكانت هناك إشارات بتدخل سافر من إيران في الأحداث في داخل البحرين. كانت توجد اتفاقية حماية بين مملكة البحرين والإدارة الأمريكية على الحماية أيضا، رغم تحفظنا على بقاء القوات الأمريكية في البحرين، لكن كان يوجد اتفاقية بين الدولة وبين الأسطول الأمريكي. الأسطول الأمريكي في ذلك الوقت انسحب خارج المياه الإقليمية، مما كشف البحرين أمام أي هجوم قد يأتي من قبل إيران اللي هو الساحل الشرقي. هناك من يقول إن في البحرين في ما تسمحوش بدخول الإعلاميين الأجانب من خارج البحرين. تاني حاجة، دوار اللؤلؤة اللي انطلقت منه الشرارة الأولى لثورة المظاهرات 14 فبراير تم هدمه تماما، فليه قمتم بهذا الفعل يعني؟ في الواقع يعني الدولة يعني هدمت الدوار. كانت في طقوس غريبة تحدث في هذا الدوار. أنا لو كان عندي مجال الآن أريكم صور لهذه المجموعات اللي تسمي نفس 14 فبراير، صنعوا مجسم لهذا الدوار. على فكرة هو ليس دوار اللؤلؤة، اسمه دوار مجلس التعاون.